مركز تحقن للدم بالأمم المتحدة. جينا من جوج، كاين اللي جاي من ربعة، كاين كله ما عادش جاي. من كيعطوا الناس الأوراق ديالهم كيقول لهم تسناو واحد الوقيته، وصلت شي ستة قال لي يا ودي راه حنا غنحبسوا. علاش غادي نحبسوا حنا في واحد كارثة طبيعية واستثنائية، الناس باقين كينقضوا فيهم ومحتاجين للدم، وما كاينش غير الزنزال، كاين حتى حوادث سير، كاين امراض، كاين بزاف. من وصلنا خاصنا نتبرع بالدم كيقول لك انا الطبيب عيا صافي راه غنحبسوا. علاش غيحبس؟ الناس خصهم يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه. هادو الاشكال اللي كاين، وراه بزاف الناس مشاو، راه ماشي غير انا، راه كاين ناس كثار مشاو. في الاخر قال لنا سيروا حتى الغدا مع الجوج، ماشي بالصباح، حتى الغدا مع الجوج. يعني ما عرفتش. جينا هنايا كنتواجدوا بالساحه ديال الباريشيل. بالنسبه لي انا جايه من عين السبع، وجينا هنا على الساعه 7، قالوا لينا لا ما صافي سالينا حبسنا. المراكز كاملين عامرين، عباد الله كلشي كيصيفطوهم، شي كيصيفط لشي، شي كيصيفط لشي. بحال دابا هادو صيفطوا لنا شي بلاصه اخرى 20 غش ولا ما نعرف. وقالوا لك حتى الغدا معاش مع الجوج، الوغ يموت اللي يموت، يحيى اللي بغى يحيى، حشومه كاع. احباط، حنايا جايين حنا وخواتاتنا وشحال من حاجه باش نقضوا دوك الناس، حنا كنشوفوهم غير في التلفازه تيبقى في كل حال، ماشي والله. وبكينا وشحال من حاجه، والاسر ديالنا حتى هما مساكين تيبكيو، وفريمون مأزمين بزاف على دوك الناس. وكاين شي مناطق اللي ما وصلش ليهم كاع الدم. جايين حنا نتبرعوا وشحال من حاجه. منين جيتي من كازا؟ من عين سبع. جيت انا مع الربعه، قالت لك حنايا خدينا النمره، كنا حنا النمره 70، وقت نتفاجئوا بركنا من بعد ساعتين كنتفاجئوا، قال لك لا حقه طبيعيه ما نقدروش ندوزوكم. والغريب في الامر ملي سولناها الطبيب معاش بدا، قال لك بداو مع الجوج للسبعه صافي عيا، والبلاد في حاله الطوارئ. واش كاين شي عيا في حاله الطوارئ؟ ما كايناش. ياك حنا ماشي مشكل، الطبيب لا عيا حنا معاه، ولكن يجيبوا طبيب اخر. كتكون المناوبه، كتكون شحال من حاجه، الا ما كانتش المناوبه نعطيوه ساعه سيدي سير ارتاح، خذ بوز ديالك وكمل. حنا راه ماشي في الحاله العاديه اللي غتقول عييتي تسد صافي، حنا راه في حاله طوارئ، الناس كيموتوا، الناس محتاجين لينا، راه كل واحد كشاد التليفون كيشوف نداء استغاثه، كينوض كيلبس كيزيد. كاين اللي مخلي ولادو صغار وبارك هنا كيتسنى، كيقول لا خوتنا الهير كيتسناونا. كاين اللي ما قادرش يعاون بجيبه بماديات، كيقول نعاون بدمي. وتجي هنايا كتفاجئ بان طبيب ما عندوش، ما عرفت حتى الانسانيه واش عنده ولا الوطنيه واش عنده ولا ما عندوش. كيقول لك لا ساليت عييت، كيفاش ارتاحيت وكيفاش عطاك خاطرك تقول انني عييت؟ وخوتك اللي كيموتوا وباقي اللي باقي تحت الارض، راه حشومه تقول عييت، حشومه. راه حنا كون كنا كنعرفوا نديروا شي حاجه كون مشينا، راه كل واحد كون كان عنده الجهد باش يدير كون دار، ولكن لا اله الا الله. هاد الناس كيقول لك عييت، كيفاش كيعطيهم خاطر يقولوا عييت؟ راه حنا جينا اليوم من الربعه تاع العشيه. من انا ولد بني بلال، مي صادفني الحدث انه اليوم كاين في الدار البيضاء فاعل جمعه في حي الحسني. مشيت للبوان ديال حي الحسني لقيتهم بزاف، جيت لهنا لساحه ماريشال. مي مالوغوزمون تيقول بانه الطبيب، يعني المساله تاع الطبيب عيا ولا سميتو الطبيب، ما كيدير حتى حاجه باش غادي يعيا غير مريح. يعني لانفيرمي كانوا عندها دو ستاجير هنا، ما تاقش فيهم انها تعطيهم الناس اللي كيجيو. بقات بوحدها كضرب ضربات اكثر من 60 واحد، لي ستاجير مشاو بقات بوحدها. كما تيقول علي الاخ الاخوه اللي كان هنا، قال لك راه عيطوا لشي طبيب اخر ولا عيطوا للسونتر ديالهم، قال لهم راه ما كاينش ليفيكتيف، يعني امبوسيبل انهم غادي يصيفطوا لكم شي واحد من تما، حتى هما عندهم يعني الخدمه كثيره. وهذا الشيء يحز في نفسي انه البلاد في حاجه ماسه لهذا الدم هذا اللي كتعطى. كيف ما قال الاخ، يعني ماشي غير الناس اللي كاين دابا في الزلزال الحالي، وانما كاين دي زاكسيدون، كاين بزاف تاع المسائل، وشيء يحز في النفس صراحه. لانه اليوم باش غيجي وتخرج بخيبه امل، يعني شحال من واحد جاو، ماشي غير هاد الناس اللي كانوا دابا، كانوا بزاف تاع الناس هنا ومشاو، ماشي غير هاد الناس اللي كانوا جاو ومشاو. انا عطاوني النمره من الربعه، كانت عندي النمره 49 وصلت ل 35 جو بونس حبسوا، يعني ل 35 وقفوا 35. لا في 35، انا عندي 48 وباقي. هي 48 وقفوا في 35، ما ووقفوا في 35. هاد الناس ما غاديش نلومهم، هاد الناس ما غاديش نلومهم. علاش؟ حيت تما انسان ماشي روبو، تما كيعياو.
فالمسؤوليه كامله كتحملها الدوله. هنا كتقول لك بغينا المساعده، بغينا بغينا بغينا، وهما المسؤولين. علاش؟ حيت هاد الناس كيعياو، لا اله الا الله، هما بشر وحنا بشر. انا جاي من انفا، من رومبوا ديال الفيلودروم، جاي على رجليا كنجري باش نجي لهنايا، انا كنعيا، وغادي نمشي دابا حتى لموريزكو باش نعطي دابا الدم ياك، ولكن غادي نعيا انايا، من العيا ما يكونش عندي الجد باش نعطي. فيجيبوا الناس اللي غادي يريحوهم، حنا في واحد الازمه، يجيبوا الدوبل، انتم عيتوا ارتاحوا ادخلوا وحدين اخرين، هذا ما خاصوش يسد 24 ساعه على 24 ساعه، حنا في واحد الازمه دابا. واش فهمتيني ولا لا؟ لا دابا هادشي اللي كنقول انايا، ما علينا، غنبقاو نغوتوا ما غاديش نوصلوا لشي حل. شوف غادي نبقاو نغوتوا ما غاديش نوصلوا لشي حل. هاد البلاصه في هاد الازمه ملي غادي تدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام، تدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام كلشي غادي يولي بخير، ولكن حنا دابا واقفين على المساعدات، حنا باغيين نعطيو الدم ديالنا، ولكن الناس هادو عياو ما غاديش نلومهم، حتى حنايا مواطنين، فاذا خاص تكون استعداد كامله. شنو باغي تعطي الدم؟ دخل مرحبا، دخل مرحبا. كون شفنا شي حاجه اللي فيها الدمار ديال هاد البلاد والنهب والسلب كلهم من الاولين، ولكن حنا مواطنين كنديروا اللي علينا على كامل الوجه. حنا كنترعدوا وكنبكيو غير بوحدنا على قبل هاد الناس، حيت هادوك اللي ماتوا راهو بخوتنا ووالدينا، حتى حنا والدينا البارح راه مراد هازين بهم وتنغوتوا كان، ولكن هاد الناس راه ما لوموش هادو، شكون اللي لومو؟ المسؤولين اللي كيقول لك انا مسؤول وانا وانا وانا، راه جالس مع راساتو لما المسؤول كلشي كيجي عنده حتى لبلاصتو، ولا الفساد مقتول والمسؤوليه ما كايناش.